ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة من الفيديوهات القصيرة جدا. هذه الفيديوهات القصيرة كلها ترتبط بما يعرف بالمفهوم اللي وضعناه للتمارين سهلة التنظيم وسهلة الفهم وسهلة التنفيذ. وأنا قلت هذه التمارين مهمة ومنتجة وتعطي مردودها بالنسبة للاعب، لأنها تركز على عمل اللاعب واحتياجات اللاعب. فالتمرين الأول من سلسلة الشوتينج، ناخذ احنا التوبكس، احنا ناقص حرف او طبعا. التوبكس هذا هو الشوتينج. التمرين واحد، موزعين اللاعبين على هاي المنطقة المحددة، كل قطاع هذا 12 ياردة، لا زيد عن 12 ياردة، 12 ياردة، 12 ياردة، ومجموعة لاعبين دول يصابون على هذا الهدف، مجموعة لاعبين يصابون على هذا الهدف. التمرين بسيط ما يحتاج إلى الشرح. واحد، مناولة من المجهز إلى اللاعب المنفذ، دحرجة وتصويب على المرمى بس. ودول الثلاثة ثنين رأسا، هذا من صواب على المرمى الحقيقة ما يروح هنا، وإنما يروح بهذا المكان، أو تريد تغيير المراكز يتم حسب طلبك. فالأحسن أنه المجهز والمصوب يبدلوا المركز، لأن راح يعيد التمرين هسه من هذا، بدأ بهذا الاتجاه، راح الثاني يدير وجهه ويبدي مع هذا اللاعب، يعني يصير بهذا الاتجاه نفس الشيء. ذولا بدأوا بهالاتجاه، اللاعب هذا الثاني يدير وجهه هذا المجهز، يلعب بهذا، يصير هذا الاتجاه. فهذا الفريق مرة يصوب هنا، المرة الثانية يصوب هنا، نفس الشيء هذا عكس المرة الأولى يصوب هنا، المرة الثانية يلعب مع هذا يصوب هنا. يكون هناك حصة كاملة لكل لاعب من تنفيذ التمرين. في نهاية التمرين، يعني إذا خليت التمرين واحدة بعد فترة الإحماء مثلا، كل لاعب يصوب 10 مرات يكون جيد. التركيز هنا يكون على الدقة قبل القوة، التركيز هنا يكون على سرعة التنفيذ. لماذا الدقة قبل القوة في كل تمارين التصويب؟ لأن أكو فرق بين ما يعرف بالشوتينج والفينيشينج. الشوتينج هو التصويب على المرمى بدون معرفة هل الحارس راح يصد الكرة، هل الكرة تذهب خارج الساحة، هل الكرة تضرب الأعمدة أم العمود أم تضرب العارضة، ما تقوم به شوتينج، مجرد شوتينج. لكن الفينيشينج هو وضع الكرة في الهدف. لذلك يقال accuracy before power. ما فائدة الشوتينج باور والكرات تخرج عن نطاق إطار الهدف، تكون خارج الهدف من الجوانب، خارج الهدف من الأعلى، فيكون التدريب غير منتج، لأنه مجرد تأدية واجب التصويب. الشوتينج دائما نخلي بين قوسين فينيشينج، يعني التصويب يسمى الإنهاء، أي تسجيل هدف. نذهب الآن للتمرين الثاني.